السلام عليكم اصدقائي الطيبين، نصيرة ديولي، ان شاء الله تكونوا على خير ويلقاكم الفيديو نتوما في افضل الاحوال باذن الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو راه غادي نهضروا كيف ما كيبان لكم على الشاشه على البيرمي، بعد التساؤلات اللي كتطرح وكتكرر نفسها. دونك اليوم ان شاء الله غادي نجاوب على السؤال الاول اللي هو واش ممكن انني بعد ما جيت لفرنسا ودرت فاليداسيون فيزا واش نقدر نرجع ندوز البيرمي في المغرب ونعاود نرجع لفرنسا وندير ايشونج دو بيرمي دو كوندوير ماروكان البيرمي دو كوندوير فرونسي. هذا هو السؤال اللي تطرح بزاف وتتعاود. سؤال ثاني، واش ضروري خاص تكون عندي بطاقه الاقامه او هذيك لا كارت بلور انويل باش نطلب ليشونج ديال بيرمي دو كوندوير ديالي المغربي بالفرنسي. وفي الاخر غادي نعطيكم فكره على شهاده صحه رخصه السياقه اللي هي اتيستاسيون دوتنتيسيتي. على بركه الله. السؤال الاول ديال واش نقدر نمشي ندوز البيرمي جديد في المغرب ونجي نبدلو، واش هاد القضيه مقبوله او لا؟ الجواب هو لا، حقيتاش البيرمي باقي جديد. ومن الشروط ديالهم هنا كيفما تشوفوا معايا لي كونديسيون غولاتيف او بيرمي. النقطة الأولى، البيرمي خاصو يكون فاليد. النقطة الثانية والثالثة اللي أهم حاجة هي أن لو بيرمي يدوا أفواغ إيتي أوبتوني بوندون أن سيجور أو موان سي موا أتيتخ بيرمانون دون لو بيي إترونجي كي لا ديليفري. زعما البيرمي خاص تكون عنده واحد الأقدمية، باش يكون جديد يلاه دابا شهر شهرين وتجيو تدفعوه. والنقطة الثالثة اللي هي أهم وكتوضح كل شيء وباينة اللي غتختم لينا هاد الشيء كله، Le permis doit avoir été obtenu avant, قبل la délivrance du premier titre de séjour en France. يعني هنا من هما ملي كيقولوا premier titre de séjour راه حنا تنهضروا على الفيزا لون سيجور اللي هي VLSTS اللي هي valant titre de séjour. يعني خص يكون عندكم بيرمي قبل ما تخرج لكم الفيزا، كتمشيو تدوزوه في المغرب قبل ما تخرج لكم الفيزا. هنايا النقطة الثانية في نسبة لي كونديسيون ديال لو كونديكتور، من غير انه يكون ماجور في المغرب ما يكونش محيدو لكم البيرمي، باسكو في اون سسبونسيون ريستريكسيون انولاسيون. هذاك الشيء هنا في هذه النقطة ديال سسبونسيون وهاد ريستريكسيون، هنا فين كيطلبوا لكم في السيت ديال ان تي اس، اول حاجة كيطلبوا لكم عندك اتيستاسيون دوتنتيسيتي. هنا الغزالة ديالي اصدقائي الطيبين، انا رجعتكم للصفحه الرسميه ديال ريبوبليك فرانسيز سيرفيس بوبليك باش تطمئن القلوب ديالكم وما تقولوش هذه راه كتخربق علينا ولا كتجيب من راسها وكتحط شي حاجه. دونك باش نكونوا واضحين، دونك ايشونج دو بيرمي، هنا بغيت نشير لواحد القضيه الله يرضى عليكم. حقاش انا فاش يلاه جيت كنعرف شي بنات دوزو معايا لوفي عندهم البيرمي مغربي، حقاش حنا كيفما تعرفوا فرنسا مع المغرب عندهم كونفونسيون ناناني نانانا. دونك تيقولوا لك هنا هذاك البيرمي المغربي عندك الحق تخدم به، عندك الحق تسوق به مدة عام با بلوس، وعاد من بعد تدير لي شونج. لا 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 لا، ما تصيدوش البنات، ما تصيدوش اصدقائي الطيبين، والله العظيم راه شي وحدين بنات عندهم بيرمي وجاو صاقوا به هنايا كان كونترول والله لا خلصوا خطيه. فهمتي؟ حقاش ماشي مطبق داك الشيء على كاع المدن. هنا النقطة المهمة واللي غنعاود نسطر عليها هي لو بيرمي دو افوار ايتي ديليفري بار لو بيي دون لوكيل فوز افي فوتر ريزيدونس نورمال. كيف ما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، انا البيرمي خاصكم تكونوا خديتو قبل ما تجيو تدخلوا هنايا لفرنسا وديروا فاليداسيون فيزا، يعني خاص تكون فيه تاريخ قديم مقارنة مع التاريخ ديال الفيزا اللي خديتو. طبعا الحال غنخلي لكم انا الرابط ديال هاد الصفحه في علبه الوصف ان شاء الله، وانتم قراو داكشي حتى تطمئن قلوبكم باذن الله. اللي عنده شي حاجه اضافه بغى يضيفها يضيفها، مرحبا على الراس والعين. الله اعلم الا بوتيتر شي واحد خدا شي بيرمي مغربي جديد مشى دوز وخدر فاليداسيون دخل فرنسا عاد رجع المغرب وجا دفعوا اصدقات ليه القضيه، مرحبا افيدونا. واخا انا ما نظنش اطلاقا حقاش تحد ما دارا. دونك فوالا شي اللي كاين، هادشي راه هو اللي شفنا، هو اللي هادشي كله هو اللي كتشوفوا هنايا في ان تي اس في هاد لو سيت اوفيسيال ديالو. المهم انا من بعد غنرجعكم ليه ان شاء الله. غير بغيت نجاوب عاوتاني على واحد القضيه واحده اخرى، واش ضروري
ضروري ضروري خاص هذيك بطاقة الإقامة تكون عندكم، تكون عندكم بطاقة الإقامة، داك التيتر دو سيجور، لا كارت، لا كارت ماشي الفيزا، كنهضر على لا كارت. واش ضروري خاص تكون عندكم لا كارت ديال التيتر دو سيجور باش ديروا طلب ديال ايشونج ديال بيرمي المغربي بالبيرمي الفرنسي. الوغ هنايا ها هو الجواب عندكم: vous êtes étranger en situation régulière، عندكم ان ديلي ديال عام ملي كتاخذوا هذيك الفيزا valant titre de séjour pour demander l'échange ديال permis ديال conduire obtenu à l'étranger في المغرب باش تبدلو. دونك هنا تعطيكم الحاله، حنا الحاله ديالنا هي هاد النقطه الثانيه. سي فوز افي ان فيزا دو لون سيجور valant titre de séjour انا غنكليكي عليها. دونك شوفوا مزيان، انا بغيت نجاوب على التعليقات وعلى لي زيميل اللي كيوصلوني ديال بعض الاصدقاء ود البنات، بعض السيدات تيقولوا لي راه شي وحده راه رفضوا ليها بعدا، قالوا ليها لا سيري حتى تاخدي داك لا كارت الاولى، لا كارت ديال تيتر دو سيجور بلور انويال، وهي كونجوان دو فرونسي، يعني الحاله ديالي وديال اكثريه الناس. هنا عندك الجواب اختي: سي فوز افي ان فيزا، ان فيزا ما قالوش لا كارت ولا تيتر دو سيجور بلور انويال، عندك فيزا. Si vous avez un visa de long séjour valant titre de séjour, yelli edna l'aktariya عند les conjoints de français, situation privée et familiale. خاصك ديري ليشونج ديال بيرمي ديالك اقل من عام من بعد ما تدخلي هنايا لفرنسا، ابري ديري لا فاليداسيون ديال الفيزا ديالك. اولا الناس اللي كيديروا داك لا فينيت اوبوزي بار لوفي ديال فيزا لون سيجور فالون تيتر دو سيجور. يعني هنا باش نشرح لكم باش ما نطولش لكم ما ندوخكمش، عندك فيزا لون سيجور فالون تيتر دو سيجور، خويا اختي تحقق دير لا دوموند ديال ايشونج دو بيرمي دو كوندوير ديال المغرب، بيرمي دو كوندوير فرونسي، ا كونديسيون، لا كونديسيون شنو هي؟ هذاك البيرمي ما يكونش يلاه خديتيه خلاوه شهر ولا شهرين، خاص تكون فيه اسبقيه ديال اقدميه، على الاقل داك البيرمي يكون قديم، تكون خديتيه قبل ما تجي هنا قبل ما تجي هنايا انا لفرنسا، تكون على الاقل قديم فايت عليه 6 شهور الاقدميه مقارنه مع التاريخ اللي دخلتي فيه هنايا لفرنسا ودرتي فاليداسيون. يعني كنتمنى يكون كلامي واضح لكم، يعني كنحاول نفسر لكم قد ما قدرت، وفي الاخر غنخلي لكم هذه القضيه غنخليها انايا كوم بريزونطاسيون، غنخليها لكم باش تقراوها لراسكم كيف ما كتشوفوا راه كل شيء واضح. دونك هنا في حاله الا شي واحد تعكسوا ليه مثلا وقالوا ليه لا سير حتى تاخذ هذاك التيتر لا كارت ديال تيتر دو سيجور الاولى، عرفوا راه غيمشي لكم البيرمي، نتوما ما تسوقوش ليهم، نتوما دوز غير واحد شهر ولا شهرين جو سي با. انا بدل اخويا الجيميل، حل جيميل واحد اخر، فابور الجيميل حل واحد اخر، عاود دير اون نوفيل دوموند ديال ايشونج ديال بيرمي المغربي ديالك بالبيرمي الفرنسي تو سامبلومون. شحال ما تبعتيهم غيمشي لك البيرمي، حقاش الا فاتت عليه عام صافي خاصك دوز هنايا، دوز عندهم هما هنا البيرمي، دوز في لي سونتر ديالهم ديال البيرمي هنا. هادي اللي قلت لكم دابا ان لك لو ديلي ديال العام اللي كديروا فيه الرينوفلومون ديال واحد تيتر دو سيجور ولا ديال شونجمون ديال ستاتو ديالكم طوا او سيجور، مثلا اول كارت ريزيدون ولا ان تيتر دو سيجور ولا ان برومي تيتر دو سيجور راه ما تسمحش لكم، نو بيرمي با دو فير اون نوفيل دوموند دي شونج دو بيرمي دو كوندوير، يعني تيمشي لكم البيرمي، يعني خاصكم تدوزو البيرمي الفرنسي هنايا عندهم في المراكز ديالهم. كنظن انه واضح، والله الا واضح راه كلشي واضح. دونك هنايا عندكم طبيعة الحال الوثائق المطلوبة، راه الوثائق المطلوبة راه كلها كتلقاوها عندكم في ان تي اس. انا غندخل ان تي اس وغادي نهضروا على سيرتيفيكا دوتونتيسيتي، انا رجعتكم للصفحة الرسمية ديال ان تي اس، ما غنعاودش ندوز هاد المراحل رقم 1 2 3 4، انا بغيت نمشي مباشرة للوثائق المطلوبة لي بيس جوستيفيكاتيف باش نشرحها اكثر وباش حتى نبرهن على داكشي اللي قلت لكم قبل. دونك هنا اول وثيقه هي اتيستاسيون دو دووا ا كوندوير داتون دو موان
de 3 mois. Hadi, il y a attestation d'authenticité. Attestation d'authenticité اللي كتخاد نسبة اللي أنا في التربيضة خديتها من مركز ديال رخصة السياقة اللي هو سيرفيس دو مين. هما اللي تعطيو هاد الاتيستاسيون ديال اوتنتيسيتي ديال بيرمي دو كوندوير. وهاد الاتيستاسيون دوتنتيسيتي اشنا هي؟ يعني هاد الاتيستاسيون دوتنتيسيتي البنات يعني باش يتاكدوا بان هذاك رخصه السياقه ديالكم راه اصليه وبلي ما حيدوش لكم البيرمي وقاسين تتكذبوا عليهم. راه كتخاد اون جينيرال من سنتر ديال بيرمي ديال كوندوير اللي عطاكم هذاك البيرمي الاول. هنايا كاينين الوثائق يعني اللي مطلوبه ملي كتبغيو ديروا لا دوموند ديال هاد لاتيستاسيون ديال لوتنتيسيتي. مي بون انا غادي نوريكم بعدا هاد الوثيقه. فوالا هادي راه ديالي، انتما كتشوفوا سميتي هاجر، هادي الاصليه ديالي، انا خديتها قبل ما نجي هنايا لفرنسا. مشيت لسيرفيس دمين خديت رونديفو ودخلت خديتها فابور. راه ما خلصت حتى ريال، والله ما خلصت شي حاجه. كنت انا والاب ديالي راه ما خلصت والو، لا 100 درهم ولا 200 درهم ولا خلصت شي حاجه. كما كتشوفوا دونك هذه هي اتيستاسيون دوتنتيسيتي ديال بيرمي دو كوندوير، يعني ان هذاك البيرمي ديالي راه ما فيهش مشكل. هانتوما معايا سميتي كنيتي، هنا لا دات دو نيسونس ديالي، هنا عندي المدينه اللي هي كازا طربيطه، نمره البيرمي كتكون هنا. مهم انا مدرقه المعلومات ديالي الشخصيه راكم عارفين. دونك هنا هذا البيرمي اش من كاتيجوري، انا عندي بيرمي بي ماشي لا كاتيجوري لورد، عندي غير طوموبيل عادي فحالي فحال كاع الشعب عادي. امتى خديتو؟ خديتو في 2011. مهم انا عندي البيرمي عفن مسكين من 2011، ما عليناش ماشي مشكله. هذاك الشيء علاش خاص تكون فيه الاقدميه، لقاش الا كانت فيه الاقدميه غيكون مزيان. هنايا فين خديتو وشنو كاتبين هنا؟ او في دي دوني ديال سيستيم انفورماتيزي ديال جيستيون ديال بيرمي دو كوندوير، يعني هذا البيرمي راه ما فيهش مشكل، ما فيش une suspension. هنا يا aucune mesure de suspension أو لا de retrait أو لا d'annulation. وهذه هي اللي كتهم ANTS. هنا يا بشي بدو لكم كيبغيو يتأكدوا أن البيرمي باقي فالابل، اللي فاليد ما فاتش عليه التاريخ، وبلي أنه ما عندكم شي مشكل، درتو شي أكسيدون وسحبوه ليكم أو لا مشاو لكم لي بوان وخدوه ليكم. سي ليسونسيال. هذا هو المعنى ديال اتيستاسيون دوتنتيسيتي او الوثيقه كيطلبوها في ان تي اس في لا دوموند الاولى. نشوفوا الوثائق. دونك هنا الوثائق اللي كديو باسبور بالفيزا بور لا فرانس، هذاك الشيء اللي درت انا، يعني داك الشيء قانوني واضح ومعقول. هنا فوتوكوبي ديال بيرمي طبيعه الحال الاصلي المغربي زائد لوريجينال تديو معاكم هذا الشيء. فوتوكوبي ديال البطاقة الوطنية المغربية زائد الأصلية وجوج تصاور. أنا هادشي اللي ديت معايا والله العظيم وما خلصت حتى شي حاجة. كيسحب ليا غنخلص داك 100 درهم ولا داك 200 درهم ولا جو سي با كوا في سيرفيس دو مين. منين خرجت هاد لاتيستاسيون دوتنتيسيتي خلصت شي حاجة البنات أصدقائي طيبين، والله ما خلصت شي حاجة ولا الريال ولا خلص، وكان معايا الاب ديالي كشاهد، ما خلص حتى شي حاجه، هو كان شاهد على هادشي باسكو اوكا او قلت انا زعما راه غنجي هنا هو يتكلف، هو يمشي ياخذها ويسكانيها ويصيفطها ليا، ولكن الحمد لله خرجت قبل ما نجي انا هنا لفرنسا. وهذه هي اتيستاسيون دوتنتيسيتي. ودابا حنا نرجعوا نكملوا الوثائق. دونك هنا جوستيفيكاتيف ديال الدوميسيل يكون موان، يكون طبعا الحال يكون فيه اقل من 6 شهور. اشنا هو؟ اتيستاسيون ديبرجمون. نسبه لينا حنا اللي جينا هنايا راه كدير اتيستاسيون ديبرجمون، كتكتب شوفوا اتيستاسيون ديبرجمون غير في جوجل، ديروا اكزامبل اتيستاسيون ديبرجمون وكتزيدوا عليها لا بيس ديدونتيتي ديال الشريك ديالكم، الزوجه ديالكم اللي عندها الجنسيه الفرنسيه ولا الزوج ديالكم اللي عنده البنات الجنسيه الفرنسيه، وكيسني فيها سامبلومون ماشي شي حاجه. وهادشي كتسكانيوه ولا صوروه بالتليفون مزيان وديروه هنايا جواندغ ان فيشي تو سامبلومون. من بعد بيرمي دو كوندوير اكطويل عادي، البيرمي ديالكم المغربي من كلتا الجهتين، تتصوروه ولا تسكانيوه وكتحطوه ليهم هنا، كديروا جواندغ فيشي وكتريشارجيوه.
هادشي راه ديجا شرحته قبل، غير نحاول انني ما نكترش وصافي، باش يجي الفيديو خفيف ظريف وتوصلكم المعلومه. لا بيس ديدونتيتي راه هو الباسبور، هنا بيس ايدونتيتي سي لو باسبور. هنا بغيت نجاوب على هذيك لا كارت سيجور، لو انهم كان خاص ضروري تكون عندك هذيك لا كارت سيجور الاولى بعد الفيزا باش ديري هاد لا دوموند اختي او لاخويا، راه ما غايجيوش هنا يكتبوا لكم في لا بيس ديدونتيتي، سوا لا بيس ديدونتيتي اللي هي طبيعة الحال لا كارت ديدونتيتي فرونسيز حنا ما عندناش، او لا تيتر دو سيجور اللي هو هذا بحال اللي خديت انا، او لا الباسبور. يعني الا كان ضروري هاد جوج ما غيحطوش لكم الباسبور، يعني الباسبور راه فيه باسبور فيه الفيزا فالون تيتر دو سيجور تو سامبلومون. هنا لا كوبي انتغرال ديال لاك دو نيسونس، النسخه الكامله من عقد الازدياد ديالكم المغربي، او لا ليفري دو فامي. شوفوا نصيحه لوجه الله، ديروا كيف ما درت انا، راه ما سولوني ما قالوا لي لا، ما صدروني ما داروا لي عراقيل. هنايا حطيت لهم النسخه الكامله من عقد الازدياد ديالي المغربي، ودرت لهم حتى ليفري دو فامي، يعني داك الحاله المدنيه الفرنسيه حتى هي حطيتها لهم هنا. راه عندكم الحق هنا تحطوها، يا شتي دو باج ماكسيموم عندكم الحق تحطوا لي دوكيومون، ولا ما كانش هنا كتهبطوا حتى الاخر، وهنا تيقولوا لكم مثلا اجوتي ان دوكيومون دو بلوس، ماشي مشكل. دونك قد ما عطيتوهم المعلومات ولي دوكيومون، قد ما غيعكسوش ليكم ويقولوا لكم لا خاص لا كارت سيجور خاص هادي. هنا ديكري دو ناتوراليزاسيون حنا ما عندنا ما نديرو به، ما عندناش علاقه به. الناس اللي عندهم لي ديكري ديال ناتوراليزاسيون بار ديكري ولا ناتوراليزاسيون ديال ناسيوناليتي راه غيحطوها هنايا، حنا ما عندناش بطبيعه الحال. جوستيفيكاتيف ديال انستالاسيون اون فرانس، هادي كتعني سي فوزيت اوروبيان، وما عندكمش تيتر، هادي كتعني سي فوزيت اوروبيان، يعني هادي غندير لها فحال هكا وغنسدها ما تحتاجوهاش. جوستيفيكاتيف دو ريزيدونس نورمال دون ليتا اترونجي او مومون لا ديليفرانس ديال بيرمي، هادي حتى هي كتعني مثلا الا كان شي واحد ان فرونسي وخد البيرمي ديالو في المغرب، دونك هادي حتى هي ما تتهمناش. جوستيفيكاتيف دو ريزيدونس نورمال ان فرانس هادي كتهمنا هنا، سي فوزيت عندكم ان تيتر دو سيجور خاص يكون عندكم مثلا اون كوبي ديال تيتر دو سيجور ولا ديال الفيزا، كيف ما قلت لكم فيزا لون سيجور فالون تيتر دو سيجور اون لين، اولا لا فينيت ديال لوفي. يعني انا هنا كنأكد راه ماشي ضروري يكون عندكم الكارت دو سيجور، راه الا خديتو الكارت دو سيجور راه ما تيبقاش عندكم الحق ديروا لا دوموند ديال ايشونج دو بيرمي، كتضطروا تمشيو دوزوه. هنا فيزا لون سيجور فالون تيتر دو سيجور فينيت اوفي. هنايا باش ننصحكم هنايا حطوا ليهم فوتوكوبي ديال الفيزا ديالكم فالون تيتر دو سيجور، الباسبور عادي، يعني هنا الباسبور غتجيبوا الباسبور هنايا اللي فيه الفيزا ديالكم غتحطوه ليهم هنا، وغتزيدوا على هاد الباسبور كيف ما درت انا، وما خليت لهم فين يزيدوا يصيفطوا لي ناقصه شي حاجه ولا ما ناقصه شي حاجه. غتمشيو غتحط لهم هادي حتى هي، عقلتوا عليها لا كونفيرماسيون ديال لا فاليداسيون ديال لونغوجيسترمون ديال الفيزا فالون تيتر دو سيجور، هادي حتى هي حطيتها لهم سكانيتها وحطيتها لهم. المهم ما داوش على هادي، شوفي هادو البنات تصورونيش، هادي راه ديال اتيديون، راه كل واحد والحاله ديالو، ما غير اكزامبل فهمتوا، انا حطيت لكم اكزامبل، هذا راه سي تان اتيديون، نتوما راه عندكم هنايا ماشي اتيديون، عندكم في بريفي فاميليال، ما ديوش على هادي. المهم هاد لا كونفيرماسيون اللي فيها هاد الايدنتيفيون وهاد الرقم ديالكم بيرسونيل، سي لي سي لا ريفيرونس اي ليدنتيفيون اترونجي لا فاليداسيون، حتى هي غتسكانيوها ولا صوروها تكون واضحه في التليفون وحطيها حطوها ليهم هنا، حطوها ليهم مع هاد جوستيفيكاتيف ديال ريزيدونس نورمال تو سامبلومون. نتمنى يكون واضح يا ربي، يعني نتمنى يكون واضح، راه كلامي واضح، هذاك الشيء اللي درتو انا ديروه نتوما. وهنا صافي، هنا راه جينا للترادكسيون، الا كانت شي حاجه بالعربيه راه تديروا لها ترادكسيون مترجم اللي معترف به محلف الى ما غير ذلك، يعني صافي هادشي ماشي مشكله.
صافي ابخي راه تديرو ايتاب سويفونت وكتكملو ريكابيتولاتيف وكديرو كونفيرماسيون وتوكلوا على الله وليسر الجميع. كنظن ان كل شيء المعلومات واضحة، يعني كل شيء واضح. واخيرا باش نلخص لكم ونختم هذا الفيديو تاع اليوم، دونك هنايا اللي خاصكم تعقلوا عليه وديروه على بالكم هو ان لازم الحصول على رخصة السياقة في المغرب قبل ما تدخلوا الأراضي الفرنسية، لأن خاصة توفر في هذه رخصة السياقة المغربية شرط الأقدمية، يعني تكون رخصة، يعني تكون التاريخ اللي حصلتوا على هذه رخصة السياقة المغربية يكون قديم مقارنة مع التاريخ اللي دخلتوا فيه هنايا الفرنسا ودرتوا فاليداسيون فيزا. حتى الا دوزتو بيرمي جديد شوفوا كي ديروا باش يكتبوا لكم واحد التاريخ قديم، على الاقل تكون قديم بست شهور ولا حتى بسبع شهور، شحال ما كان قديم شحال ما مزيان نسبه للتاريخ اللي دخلتوا فيه الاراضي الفرنسيه واللي خديتوا فيها الفيزا ودرتوا ليها فاليداسيون. هنايا شرط ثاني، لازم طلب تغيير رخصه السياقه المغربيه بالفرنسيه قبل ما يسالي العام اللي دخلتوا فيه لفرنسا ودرتو فاليداسيون فيزا، يعني بهذاك الباسبور اللي فيه الفيزا الفرنسيه، تديروا الطلب ديال تغيير رخصه السياقه غير بهذاك الباسبور، حقاش الباسبور اللي دخلتو فيه راه فيه فيزا لون سيجور فالون تيتر دو سيجور في ال اس تي اس، لا داعي حتى تاخذوا لا كارت سيجور. الا فات عليكم العام راه كتضطروا انكم تدوزوا رخصه السياقه هنا في فرنسا. النقطة الثالثة هو لازم أنكم تجيبوا معكم من المغرب وثيقة صحة رخصة السياقة المغربية اللي هي attestation d'authenticité اللي تكون مدة الصلاحية ديالها أقل من 3 شهور، تكون أقل من 3 شهور شي اللي دارين هما، يعني تكون داك الصلاحية ديالها أقل من 3 أشهر، ما يكونش فايت عليها 3 أشهر، يعني غير تجيبوها وتدفعوها. ونتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم باذن الله. وبالتالي اصدقائي كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، وكنتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم باذن الله وتكونوا استفدتوا معايا على هاد التساؤلات ديالكم ويكون الاجوبه ديالي واضحه مع المبررات وطبيعه الحال مع كيف ما تتعرفوا يعني داكشي اللي ناخذو من سيرفيس بوبليك، ما تنعطيكمش نابورت كو، داكشي ماشي انا اللي تنقولوا ولا كنختارعوا، داكشي اللي هما تيكتبوا عندهم. ان شاء الله يكون فيديونا الاعجاب ديالكم وزر ديالي اصدقائي ديالي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا تكونوا فهمتوا، اللي عنده شي توضيح اللي عنده شي تفسير اللي عنده شي اضافه اللي عنده شي جديد يخلي لنا طبيعه الحال التعليقات، يخلي لنا التوضيحات ويخلي لنا حتى المواقع ولا حتى الروابط باش الناس يدخلوا ويشوفوا بعينهم ويرتاحوا نفسيا. هادشي اللي كاين، شكرا لكم بزاف، وكما العاده ما تنساوش انكم تدعموني بالاشتراك في القناه، بارطاجوا الفيديو وديروا لي لايكات، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم. خليتكم في حفظ الله وفي رعايته، الله يسر الجميع، مع السلامه.